نعم، قد يقول الإنسان كلمة الكفر وما يقصدها ويكفر بها، هذا خطر عظيم. يحفظ الإنسان لسانه من الكلام السيء. قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عمله. لما تجرأ على الله وحلف أن الله ما يغفر لفلان، يعني يبي يمنع الفضل من الله عز وجل. تحلف على الله مثل ما تحلف على ولدك ولا على صديقك؟ لا، الله جل وعلا أعظم من ذلك. فهذا ما عظم الله حق تعظيمه، لذلك حلف أن الله ما يغفر لفلان. هذا قنوط من رحمة الله، ما يجوز هذا. كلمة واحدة أفسدت عليه. فالإنسان يحفظ لسانه، وكم نتكلم من الكلام السيء والكلام الخاطئ ولا نبالي، ونقول هذا مزح. المزح ما يصلح في أمور الدين وأمور العقيدة، ما يصلح المزح. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قد لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا كلام بألسنتهم، زعموا منهم يمزحون، ولم يقبل الله عذره. يعني ما يجوز الكلام يتكلم للإنسان يتكلم بكلام الكفر، لا مازحا ولا جادا، إلا في مسألة واحدة: إذا أكره على هذا رخص له أن يتكلم بالكفر من أجل يتخلص من الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قصده التخلص فقط وقلبه ما على العقيدة الصحيحة، هذا ما مرخص له. أما إنسان مختار ولا مكره، ما يجوز أن يتكلم بكلام الكفر. الله جل وعلا يقول: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كلام الكفر خطير، يتكلم الإنسان فيه. نعم.